مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون المصدر أونلاين: نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر تودع اليمن بعد عامين من العمل، أشعر أني أصبحت من نسيج هذا البلد. في الموقع موقع المشاهد نت يتساءل: ما خطورة تناول القاعات في تفشي فيروس كورونا؟ وفي الأخبار المنوعة: فيروس كورونا ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟ عبرت نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فاريا راضي عن أملها في العودة لليمن كسائحة بعد أن قضت العامين الماضيين كعاملة في المجال الإنساني، مشيدة بقدرة النساء اليمنيات على الابتسام والاستمرار والبدء من جديد والكرم الذي لا ينضب. ونطالع من موقع المصدر أونلاين: نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر تودع اليمن بعد عامين من العمل وتكتب: أشعر أني أصبحت من نسيج هذا البلد. وقالت فاريا راضي: اليوم أنا أغادر اليمن وقلبي يكاد ينفطر على ما رأيته في مأرب. عملت على امتداد 17 عاما في القطاع الإنساني في مناطق نزاع مختلفة، وهناك ملمح مشترك بينها جميعا: المدنيون هم دائما من يدفع الثمن الباهظ. وأضافت في مقال رأي نشره الصليب الأحمر على موقعه باللغة الإنجليزية، وحصل المصدر أونلاين على ترجمة من اللجنة الدولية، أن نهاية مهمتها في اليمن تزامنت مع مرور 5 سنوات على الحرب وجائحة كورونا. وتقول فاريا راضي: أذكر جيدا عندما دعتني امرأة ذات يوم إلى منزلها ذي الغرفة الواحدة ليس بها أي أثاث، أرتني ذلك العدد الكبير من الأدوية التي تتناولها، وجلسنا نتجاذب أطراف الحديث. أعدت لنا كوبين من الشاي وبدأت أشرب من كوبي، وانتبهت بعد برهة أنها لم تأخذ رشفة من كوبها. سألتها: لماذا لا تشربين؟ ضحكت قائلة: الكوب الثاني لك أيضا، عليك أن تشربي الاثنين، فليس لدي شيء آخر أقدمه لك. بالفعل لم يكن لديها أي شيء، ومع ذلك جادت بكل ما تستطيع. أتذكر مأرب منذ كنت في اليمن في 90ات القرن الماضي في إطار برنامج الدراسي في مجال الدراسات الشرق أوسطية. كانت مأرب حينئذ قرية صغيرة، واليوم هي مدينة مزدهرة غنية بالنفط وتعج بالحركة التجارية، وبها كذلك أكثر من 90 مخيما يؤوي النازحين الذين شردهم النزاع. وتختتم مقالها: أتوق إلى أن أعود إلى اليمن ليس وأنا أضع زي العاملة في المجال الإنساني، وإنما أتمنى أن يأتي يوم أعود فيه إلى اليمن سائحة، وأنا أشرب الشاي مع اليمنيين عندما يعود اليمن سعيدا كما كان. حولت ميليشيا الحوثي أقارب المعتقلين لديها إلى متوسلي رحمة بالإفراج عن أقاربهم الذين تلفق لهم التهم. أبرار عبد الكريم الإرياني والدها معتقل منذ عام وأكثر بدون أي تهمة، وقد كتبت مئات الرسائل إلى من يعتقلون والدها ولم تجد جدوى من ذلك إلا أنها تواصل الرجاء. وتقول في مقال تنشره بلقيس: بعد قراءتي لخطاب مهدي المشاط لم أدري من أسأل ومن أين أبدأ. دخلت لمحادثة كل شخص بإمكانه إدراج اسم والدي وإخراجه مع من سيتم إخراجهم خلال هذه الأيام. في كل محادثة كنت أسأل: هل في أمل؟ البعض أرعبني وكأنني آلة حديدية لا تشعر ولا تحس، والبعض طمأنني ووعد بأنه سيحاول بكل جهده أن يخرج والدي مع من سيخرجون في الأيام القادمة. تعبت من سؤال الآخرين حقا ومن أجوبتهم المرعبة أو المقلقة، تعبت حتى التشنج وعدم القدرة على التنفس، وتعبت من أسئلة والدتي وأختي وأقاربي. لذا سأتوجه بسؤالي للمشاط ولكل من بيده القرار: هل في أمل؟ هل هناك أمل في الإفراج عن والدي؟ هل سيأتي رمضان وهو بيننا؟ أخرجوه وقوموا باحتجازه في المنزل إلى جوارنا. لم نعد نتحمل نحن النساء الأربع اللاتي بجوار والدي كل هذا الألم والحزن والشعور باليتم والضياع. فهل هناك أمل ألا ينتهي هذا الشهر إلا وهو بيننا؟ هل هناك أمل أن يأتي الشهر الكريم وكريم بيننا؟ يحذر أخصائي الباطنية الطبيب محمود أحمد من تناول القاعات لأنه قد يكون أحد أسباب تفشي كورونا في حال الوصول المحتمل للفيروس إلى اليمن
مع تداول القات من قبل أكثر من شخص، ابتداء من الأشخاص الذين يقومون بقطفه من الأشجار وصولا إلى متعاطيه كما يقول. ويعنون موقع المشاهد نت: ما خطورة تناول القات في تفشي فيروس كورونا؟ يقول الطبيب للموقع: الازدحام في أسواق القات سيسهم في تفشي الفيروس بين المتسوقين، وينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ عندما يسعل أو يعطس المصاب به، علما أن الرذاذ يتساقط على الأشياء والأسطح المحيطة بالأشخاص، ويمكن حينها أن يصاب بهذا الفيروس الأشخاص الذين يلمسوا الأسطح ثم يلمسون أعينهم أو أنوفهم. وتؤكد المصادر الطبية أن الفيروس يبقى لأيام على الأسطح التي يلمسها المصابون به، ولا يمكن أن يزول بالماء، ما يعني أن القات ناقل للفيروس، والكثيرون يتناولونه بعد غسله بالماء، وهذا لا يكفي لإزالة الفيروس منه. وقال الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز للمشاهد: هناك حالة من اللامبالاة وعدم الاكتراث لحجم الكارثة التي ستحل بالبلد في حال تم اكتشاف أي حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اليمن ليس بمأمن من هذه الكارثة التي تعصف بالعالم. وصلت إلى ثلاجة مستشفى ذمار العام العديد من جثث مقاتلي ميليشيا الحوثي والذين لقوا حتفهم في المعارك بجبهة صرواح. ووفقا لموقع الصحوانت، مستشفى ذمار العام يستقبل جثثا حوثية قادمة من صرواح، بينها عشر جثث من عائلة واحدة. وقالت مصادر محلية للصحوانت إن المستشفى استقبلت العديد من جثث عناصر الميليشيا، بينها عشر جثث من أسرة بيت البخيتي مديرية الحدا، وعلى رأسهم القيادي الحوثي ناجي سعيد البخيتي. ويشهد مستشفى ذمار العام بشكل يومي استقبال أعداد كبيرة من قتلى الميليشيا الحوثية التي تلقى حتفها في عدد من الجبهات. كما شيعت الميليشيا في ذمار خلال الأسبوع المنصرم 26 قتيلا سقطوا في صرواح وقانية. نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر يكتب عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي كان قائدا لمرحلة ماضية، وكيف أصبح محلا لهجمات يتعرض لها ومحاولات لتفكيك كيان كانت طموحاته توحيد بلد بأكمله وليس مجرد كيان نقابي، وأضاف في مقال تنشره بلقيس: كانت سبعينيات القرن الماضي بداية تفتح وازدهار في المنطقة العربية كلها، فقد شهدت تزايد المقاومة الوطنية والقومية ردا على هزيمة 67، وأنجز الشطر الجنوبي تحقيق الاستقلال وبناء السلطة ذات نزوع قومي يساري. أما الشمال فقد تمكنت صنعاء عبر تحالف الجيش والمقاومة الشعبية من كسر الحصار الذي استمر 70 يوما. تأسست الأحزاب السياسية السرية ونشط التواصل بين النخب السياسية والثقافية والأدبية لتشكيل المنظمات المهنية النقابية والإبداعية. كان الصراع والتنافس بين النظامين الشطريين في الشمال والجنوب مريرا، وكانت الوحدة نقطة الخلاف ومركز الصراع والادعاء. وفي حين كان التشطير واقعا، كان الرهان على تحقيق الوحدة بالقوة هو التفكير السائد لدى النظامين كل بطريقته الخاصة. وكانت الفصائل السياسية موزعة الولاء بين حكومتي الشطرين. انتهج اتحاد الأدباء والكتاب في ظل مأزق النظامين وصراعاتهما حد المواجهة نهجا مستقلا. كان الاتحاد معارضا لنهج التشطير، وكان ينوس بين العمل الإبداعي والفكري وبين العمل السياسي داعما للوحدة. فقد رفع شعار تحقيق الوحدة في الصدارة من مهام أجيالنا المعاصرة، ودعا الاتحاد عبر مجلة الحكمة وافتتاحيتها ومقالات الاتحاد وبيانات ومقررات مؤتمراته وتوصياتها إلى إطلاق الحريات العامة والديمقراطية وحرية الإبداع والرأي. وقدم الاتحاد الأدبي رؤيته السياسية للوحدة اليمنية، وتبنى فتح حوار للنقاش حول رؤية الأحزاب السياسية والشخصيات العامة لتقديم رؤيتها حول الوحدة اليمنية، ونشرت في كتاب الوحدة اليمنية. ويتعرض اتحاد الأدباء والكتاب أحد الآباء الروحيين للوحدة اليمنية الآن لما يتعرض له الوطن، كل الوطن، من تفكيك ومعاناة، لكن الحياة أقوى من الموت والسلام أبقى من الحرب. فالحرب رغم قسوتها لا تستطيع إبادة الشعب أو إخماد إبداعه وجد عطائه، فهناك المئات والآلاف من المبدعات والمبدعين ينحتون في الصخر ويضيئون في الظلام ويبدعون ألوانا أكثر جدة وحداثة، وعصرنا تتحدى الموت وتقهر الحرب.
مثل شخص محكوم عليه بالإعدام تناول للتو وجبته الأخيرة، يشعر عبد الرحمن العفيف أن ساعاته في الدنيا باتت معدودة مع عدم يقينه في الحصول على فرصة للسفر جوا من العاصمة اليمنية صنعاء إلى خارج اليمن للعلاج من ورم سرطاني في الدماغ. وفقا لموقع ارفع صوتك، المطار مغلق، الموت في انتظار رحلة طائرة. من لا يستطيعون السفر برا إلى مطاري عدن وسيئون ومن هناك جوا إلى الخارج، لم يعد الأربعيني العفيف المريض بالسرطان ينتظر دوره في الحصول على فرصة للسفر للخارج بقدر ما ينتظر دوره في الموت. يقول عبد الرحمن العفيف الذي يعاني أيضا من مشاكل صحية في القلب: أنتظر رحلة الجسر الجوي منذ عام ونصف، أنا مريض في صنعاء ولا أستطيع السفر برا إلى عدن أو سيئون، ووضع المالي متدهور جدا. وتؤكد اللجنة الطبية العليا بصنعاء أنها وعند مراجعتها بطلب من منظمة الصحة العالمية ملفات الحالات التي تم قبولها في المستشفيات الخارجية وعددها 600 حالة، وجدت انتكاسات كبيرة لهذه الحالات وتدهورا كبيرا لوضعها الصحي، فضلا عن أن 45 حالة منها قد توفيت خلال 3 أشهر. وينصح الأطباء الحالات المنهكة جدا بعدم السفر برا تجنبا لمضاعفات شديدة على صحة المريض، ولا بديل أمام هؤلاء المرضى للسفر إلى الخارج عدا مطار صنعاء أو عدا مطار صنعاء الدولي. بعد نصف عقد من التدخل العسكري السعودي في اليمن، هناك أمر واحد يتسم بالوضوح، وهو أن نهاية الكارثة لا تبدو قريبة المنال، كما يعتبر راينر هيرمان من صحيفة فرانكفورت ليج ماينه والتي ترجمت لصالح موقع دي دبليو الألماني. سنوات الحرب قذفت اليمن عدة عقود إلى الوراء، 5 سنوات عقب بداية الحرب في اليمن ولا تظهر نهاية الكارثة في الأفق، والفاعلون من الخارج الذين يشنون حربا بالوكالة تعبوا من ويلاتها. فالعربية السعودية التي تدخلت لأول مرة في 26 من مارس آذار 2015 بضربات جوية في الحرب الأهلية المتصاعدة في البرد المجاور تتمنى التراجع، لكنها لا تجد استراتيجية للخروج. والإمارات العربية المتحدة سحبت وحداتها من اليمن، لكنها تواصل شراء خدمات القبائل والميليشيات التي تقاتل من أجل مصالح أبو ظبي. وبالنسبة إلى إيران، فإن الحرب في اليمن تفقد أهميتها، لأن موت الجنرال قاسم سليماني أثر بقوة على الجمهورية الإسلامية التي هي مجبرة الآن على تكثيف مواردها للحرب ضد فيروس كورونا. وقالت الصحيفة الألمانية إنه إذا انتصر الحوثيون واحتلوا مأرب، فإن أكبر كارثة إنسانية خلال الحرب ستقع وستنتقل إلى مناطق أخرى، وستنتهي المحادثة السياسية، وكمنتصرين سيصبح الحوثيون أقل استعدادا لقبول حلول وسط. السعودية كانت تخشى أن يتجذر وراء حدودها الجنوبية القابلة للاختراق في اليمن عدوان لدودان، إيران أو كبديل عنها الإخوان المسلمون الذين فازوا منذ الانتفاضة العربية في 2011 بجميع الانتخابات في العالم العربي. والإمارات كانت تشعر هي الأخرى بهذا القلق المزدوج. فالسعودية والإمارات تقفان في النهاية على سدة الثورة المضادة، فلا أحد كان يرغب في أن يوجد يمن ديمقراطي على أهم مضيق استراتيجي كباب المندب كونه المدخل إلى البحر الأحمر. ماذا صنعت بالكوكب يا كورونا؟ تحت هذا العنوان كتب محمد الأسعدي مقاله المنشور في موقع أنسم، مضيفا في جزء من المقال: كتب لي صديقي الهولندي هاني بلوم الذي عمل وعاش في اليمن لسنوات قبل 2011 أنه مستغرب أن مدينة كأمستردام شبه خالية من السواح، وأن المطاعم والمقاهي وغيرها مغلقة في المدينة. قال لي بواقعيته الساخرة: لقد واجهتم أنتم كل هذا في صنعاء، الفرق هو أننا لسنا بحاجة إلى النظر في السماء بحثا عن الطائرات الحربية، وأيضا لأنه لم يعد هناك أي طائرات، يقصد توقف أو تدني حركة الملاحة الجوية في هولندا. أما صديقي الإيطالي الصحفي في الصحيفة الشهيرة لا ريبابليكا، والذي دفعت بلاده الفاتورة الأغلى على الإطلاق لكورونا على الأقل حتى الآن، كتب لي ردا على رسالة تضامن معه: إنه أمر صعب ولكنه يعلمنا شيئا، يفهم أحدنا ما يمكن أن تكون عليه الإقامة الجبرية كما حدث للفلسطينيين أو الشعوب الأخرى التي تعاني،
غيرت يا كورونا نمط الحياة لمئات الملايين ربما المليارات من البشر، وأغلقت عليهم أبواب بيوتهم وفرضت حجرا اختياريا واضطراريا على الناس في أصقاع الأرض. ألغيت المناسبات والطقوس الجماعية والهوايات والألعاب الرياضية والفنون التي اعتاد عليها البشر. لقد أقفلت الفضاءات الواسعة، عصفت يا كورونا بالاقتصاد العالمي وألحقت به خسائر فوق ما يمكن توقعه، حيث توقع خبراء وكالة بلومبرغ أن يكون العام الحالي الأسوأ منذ الركود العالمي الذي بلغ ذروته في عام 2009، وأن يفقد الناتج العالمي حوالي 2.7 تريليون دولار بنهاية عام 2020، وذلك على فرض استعادة الاقتصاد العالمي عافيته بحلول الربع الأخير من نفس العام. بدأ تفشي فيروس كورونا في الصين قبل أن ينتشر إلى ما يزيد على 145 دولة في شتى أرجاء العالم ويتسبب في وفاة الآلاف. فما هو المرض وكيف تفعل كي تقي أو كي تقي نفسك من الإصابة به؟ وتعنون البي بي سي فيروس كورونا ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه. يؤكد العلماء أن فيروس كورونا يحتاج إلى 5 أيام في المتوسط لتظهر أعراضه التي تبدأ بحمى متبوعة بسعال جاف، وبعد نحو أسبوع يشعر المصاب بضيق في التنفس ما يستدعي العلاج في المستشفى، ونادرا ما تأتي الأعراض في صورة عطس أو سيلان من الأنف. كما أن ظهور هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أنك مصاب بالمرض، لأنها تشبه أعراض أنواع أخرى من الفيروسات مثل نزلات البرد والإنفلونزا. ويمكن أن يسبب فيروس كورونا في حالات الإصابة الشديدة الالتهاب الرئوي ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد وقصور وظائف عدد من أعضاء الجسم وحتى الوفاة. وتوصي منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال. كما توصي أيضا بغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. توصي أيضا بتجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوي على الفيروس في الهواء، ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة 1 متر. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مجموعة من الصور التي تظهر التحولات التي يحدثها كورونا على العالم وكيف تغيرت الأماكن من الازدحام إلى الفراغ. نتابع. ختاما مع رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع والتي نتابعها في هذه الجولة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.